في الجزء بتاع مجلس الصحافة. مجلس الصحافة ممكن بالتلفون من أعلى سلطة سياسية في موضوع اتخاذ القرار بالتلفون يوقف صحيفة الأحداث ما تصدر بكرة لأنه في خبر صغير. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال لو سمحت لي، لكن الصحافة الاجتماعية لا في حاجة. أنا بقول لك أنا في حاجة. بالتلفون ما حصلت على لا غانين بهسي، لكن على مدى التاريخ بقول لك يعني بقول لك، لكن الصحافة الاجتماعية دي يعني قاعد تجيب أخبار وخصوصيات بأسماء بصور ما حصل يوم في جهة سياسية قاعدين يضرب تصلهم في زعلهم ما حصل وظفوها رفت، لكن ما نقدر الإيقاع المضطر على الصحافة السياسية ما نقدر سحبت من المطابع لأنه فيها صحف اجتماعية. صحف اجتماعية حصلت عوقبت تعاقب كما الدار ما تعوقبت ما نفس الايقاع السريع بتاع الصحافة السياسية. ده جانب. الجانب الثاني نحن ما بنغرب نفسنا، يعني الاستاذ قال انه في كل العالم، في كل العالم كل دولة في العالم عندها اخلاقيات وعندها قيم هي بتستند عليها وهي بتشكل المزاج المجتمع بتاعها. نحن المزاج السوداني المجتمع بتاعنا بتشكل قيم واخلاق متوارثه فيها بعد ديني بعد اخلاقي بعد تقاليد واعراف. تقدر احنا كصحفيين اذا ما قرينا ده وبنينا الاخلاقيات ما حقت اليمين على ده تقدر احنا خارج الشبكه. دي حاجه. الحاجه الثانيه في حتى على مستوى الصحافه العربيه وصحافه الاثاره وصحف الصداعه على مستوى العالم بتجاب الحروف يا اخي، ده بيجيب الاسماء ذاتها، اسماء الاسر بتفاصيل. ده الشيء المرفوض وما مقبول، ونحن نامل انه الصحافه الاجتماعيه ترقى بمستوى ادائها انها تعمل اثاره تتناول القضايا لكن بشكل موضوعي بشكل منهج علمي وفق المرجعيات الموجوده وفق المعايير المعروفه مالوفه في الصحافه السودانيه. وحتى الصحافه السياسيه تكلمت عنها تاريخيا لما بدات حتى في البدايات الاولى انا كنت حاطط طرحت على دار الوثائق باهتمامات مرتبطه بالبعوث وشنو لقيت انه في داخل لما بدات بشكلها البدائي وقتها طبيعه المطبعه الكادر طريقه الجمع طريقه الكولكشن كيف يجيبوا الاخبار، لكن كانت عامله كلاسيفيكيشن مصنفه في الصفحات المتخصصه الاجتماعيه الثقافيه وكانت في قضايا، لكن كانت لان القائمين على امرها وقاده اسسوا الصحافه السودانيه كانوا بيمشوا خطوه لقدام خطوتين للوراء. المرجعيه في ده كله المزاج المجتمعي المربوط بالعادات والتقاليد والاعراف بتاعت المجتمع السوداني، ولذلك نحن هنا حصر التقنيات وركب التقنيات مرحب بها جدا. التقنيات على مستوى الجانب بتاع الكمبيوتر وتقنيات التصميم وتقنيات كل ترتقي بالعمل المهني، لكن الجانب الاخلاقي ده كمان مهم، مهم معيار اللي بالنسبه الى اي مدى احنا عرفنا الموضوع. انا في تقديري انه طيب بدون ما نقطع كلامه، المعيار الاخلاقي ده طبعا بيختلف من زول لزول ومن جهه للثانيه. اكيد في ستاندر، في ستاندر انا ما اقدر اتجاوزه ولا اي زول يجرؤ انه يتجاوزه. لكن بفتكر انه المجتمع السوداني ذاته ماشي خطوه لقدام. الان نحن نتحدث في قناه هارموني، قناه مستقله، قناه بتبث اغنيات بتبث رقص، نحن هسه بندير في حوار قد لا نتمكن من ادارته في تلفزيون السودان، ما تقدمه هارموني تلفزيون السودان ممكن ما يقدمه، ما تقدمه قنوات اخرى تلفزيون السودان ممكن ما يقدمه، ما يقدم هارموني الان قبل سنتين ما كان ممكن يتقدم. المجتمع نفسه ماشي استبل لقدام. انا ما بدعو لي انه نحن نلغي كل الاخلاقيات تحت المجتمع السوداني، ورانا لا الاخلاقيات زي ما قلت لك في, في, في الاخر في ستاندر عام، لكن بعد ذاك الناس بتختلف في تناولها للاخلاق فكره وتطبيقا. يعني لان موروث مش للاخلاق. نعم. اوكي؟ فانا ما بفتكر انه يعني في كارثه حاصله في الصحافه الاجتماعيه ولا في الصحافه الرياضيه، ما في كارثه حاصله. الصحافه الرياضيه المشكله في مشكله اللي هي الانترنت الشلاليه وشخصيات المواضيع تظل مشكله. تظل المواضيع موجوده في الصحافه الاجتماعيه. على الصحافه في الصحافه الاجتماعيه موجوده في الصحافه السياسيه. موجوده في الصحافه الرياضيه. نحن انا في اشكال اساسي يعني يمكن ملازم للصحافه السودانيه، الصحفي السياسي يتحدث عن بقيه فروع الصحافه من فوق شويه من برج كده عاجي، شايف الناس دي يعني بعيده منه يعني. يعني حتى نحن قبل ما نبدا الحوار تناقشنا شويه حتى في تحفظات علي انه تكون في صحافه رياضيه
مستقلة لوحدها. إنه أصلاً في صحيفة سياسية شاملة الأستاذ عبد نعم. أصلاً في صحيفة سياسية شاملة فيها صفحة رياضية وكل الصحف أصلاً هي شاملة وفيها صفحة اجتماعية. ليه بعد ذلك تكون في صحيفة رياضية متخصصة؟ ليه تكون في صحيفة فنية متخصصة؟ ليه ما تكون فيه؟ ليه 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 الصحفيين السياسيين ما قادرين يستوعبوا إنه في تخصص؟ إنه في صحيفة سياسية وفي صحيفة رياضية وفي صحيفة اجتماعية. الصحف الكبيرة المؤسسة الكبيرة صحف الخليج في داخل تدعم ملفات ملف كان الرياضي ملف كان تابلوه مستغلة مسلوب لا في داخل الصحيفة داخل الصحيفة إبقى إذا في صحافة شاملة تكون شاملة لي سياسي اجتماعي وثقافي ورياضي ويلكم وإذا في تخصص أنا بديك أنا تخصص في ناس عندهم اهتمام قال لنا مش صحيح رياضي ما بدك في تخصص وفي لا وفي لا في سوق لا فأنت أنت ما أنت حريم أنت بنوع لا أنا ما بحرم داخلكم برش الصحابة لا أنا قلت ده موجود ده مدرسة موجودة أنت صحابة أنت مدرسة موجودة الصحابة المتخصصة في مزاج في السودان عام مزاج سياسي كبير يعني الصحابة حتى الصحابة السياسية الطريقة بتاعتها بتركز على السياسة يعني الصحافة هسه في العالم كله في أوروبا وفي الوطن العربي بتميل للفيتشر والمجتمع المجتمع ذاته بتتعالج بقضايا بشكل حيوي جدا تلقاها في الصفحة الأولى في هنا في السياسة أنا أفتكر السياسة الاجتماعية جامدة حتى الصحافة الصحافة نفسها جامدة صحافة السوبر ستار يعني أيوه العام الأول مع الجاز بيجي نحن في ترتيب يعني صحافة السوبر ستار مو يعتقد كده أنا بدي والله ما أعتقد إنه في جيل بيعتقد كده لكن في تخصص مش كده تخصص على مستوى الصحافة أيوه بتنصح الراجل ما يطلع في زي ده لكن بالنهاية الكلام ده برضه قديم الكلام ده برضه قديم يعني احتراف الشكامل بالصحافه الرياضيه بالكتاب الرياضي في احتراف بالصحفيين والفنيين والمؤسسات الاجتماعيه والصحافه في احتراف بالكلام الكلام ده فين قديم لكن المجتمع المجتمع اللي احنا كصحفيين بلا مشكله المجتمع منتظر فيها كثير من الصحف الرياضيه دي موجوده الان وبيتحقق نسب توزيع عاليه جدا وكل يوم بتطلع صحيفه رياضيه جديده وبتستمر وتتواجد في السوق وبيرغب لدى القارئ لكن انا بتكلم عن الصحفي السياسي والصحفيين السياسيين عموما عندهم مزاج غريب بينظروا للصحافه الاجتماعيه مش صحفي سياسي ولا صحفي رياضي انا صحفي فلسطيني لو جبنا الدوله قال انا بشتغل طيب ده عشان كده ما بنزل لان والله انا ممكن اشتغل شغل بدون تشوف الصحافه انت صحفي في الرياضه في الفن في اي حاجه انت صحفي لا بغض يعني. النظر المعالجه ذات انا بشوف انه المعالجه في الصحافه السياسيه السودانيه معالجه ليها انت تركز على انه اي هي سياسه عندها علاقه كبيره بالمجتمع يعني انا هسه بتابع الجرايد البرلين جزء من الازمات اللي عندنا موجوده هنا في توزيع الصحف بس احنا عندنا كارثه يعني يمكن استاذ عادل يتفق معايا استاذ عفاف عبد الباقي كارثه في مصر في شنو كارثه؟ يعني معظم الجرائد السودانيه كلها بمعنى هسه توزيع عليها فوق ال 100,000 او 150,000 محصل دي مشكله كارثه يعني احنا مطالبين انه مزيد توزيع الجرائد السودانيه دي يعني هسه مواجهين بكارثه يعني توزيع ضعيف جدا اذا التوزيع ده بكون شنو ارتباط الصحافه بالمجتمع يعني فده في الوطن العربي توزع مليون نسخه يعني احنا كيف بندبر احنا ناس من الضبايا السياسه ودارفور والجنوب كل السياسيين اعتقدوا ان دي القضايا الدائره اللي ما في استفتاء الناس ما دايره طوال القضيه حياه لبنان لوانا نحن طوال يعني عاوزين حياه جديده في المجتمع نقرب من مشاكل الناس ومن هو المجتمع نقدم القصص الانسانيه في المجتمع بس بالطرح المقبول يعني بنقدر نوصل للناس وكل اللي جاك وصلته بيشتري جريده يعني انا اتفق معك يا استاذ طارق في وجهه واختلف مع عبد الباقي اصلا